في بعض الامور ملتبسه على الاباء والامهات. يعني البعض بيقول ايه مثلا، ام عمر على الفيسبوك بتقول انا ساعات لما اولادي ما يسمعوش كلامي بضربهم وبشده، هل ربنا هيعاقبني على كده؟ هنا جزئيه في الامام، حق الاب او الام في تاديب الاولاد، هل يمكن ان يتجاوز هذا الحق ويصل الى مساله التاديب بالتعنيف وبالضرب؟ هل المولى سبحانه وتعالى سيحاسب الاب والام على هذا الامر؟ ايوه طبعا، لانه ده خلي بالك، اصل في تاديب وفي عقاب. العقاب ده ممنوع، الطفل ده عايز مننا حنيه، امواج من الحنيه. وساعات واحنا بنتكلم في التربيه ويقول لك اصله شبعان، الطفل شبعان حنان، انا عايز هو دي، ان الطفل ده ينضح حنانا من شبعه من الحنان، انا عايز الشبع من الحنان. اما التأديب فقلنا قبل كده ان له صور كثيرة، من ضمنها الحرمان من المصروف، ولا الحرمان من الفسحة، ولا الحرمان من اللعب، ولا الحرمان من انه يتفرج على كرتون ولا حاجة، ولا انه هو وكان زمان عندنا حرمان من العشاء، يقول له كده طب ما انتش هتتعشى. دلوقتي العيال ما هيش عايز تتعشى علشان عندهم البطاطس اللي بيعملوها ليا والجانك فود ده. فاذا كل عصر له اكيد حاجاته. طبعا طبعا. الاجابه بقى، هل انا آثمة لما بضرب ابني الضرب المبرح ده؟ ايوه آثمة. ايوه انت آثمة، بس مبرح بين هلالين، لا يكون مبرحا والا يكون تاديبا. نعم. اللي هو كخ وبعدين ده لابد منه. وموجود في كتب التربيه هذا اللي هو الذي لا يصل الى مرحله العنف. نعم. الذي نعم. لا يصل الى مرحله الايذاء أو البدني. نعم. نعم. الذي لا يصل الى درجه انه يشرخ النفس من جوه. صحيح صحيح. واخد بالك ازاي؟ صحيح. إيه حفيدتي وهي صغيره فزعت فيها، بس يا بنت لانها بتعمل حاجه غلط، فبصت لي كده واتقايت. بالظبط، حصل عندها تاثير نفسي، ضغط عليها، بطنها قلبت. مظبوط. ده تجري عليها بقى وتطبطب عليها وتحضنها وتديها ايه بقى، ايه جرعات الحنان. صحيح. اللي بتقول لها لا الزعيقه دي مش للدرجه دي. أيوه. والا تطلع فيها مياصه. لكن دي مش، احنا مش عايزينك تبقي مايصة، بس عايزينك تواجهي المشكلات وتواجهي الحياة بشيء من النفسية القوية. تيجي ازاي بالحنان ده؟ لانه هي افتكرت ان هذا الزعيق بعديه انه مثلا حد هيتبعها مثلا، واخد بالك، فرعبت، لان ده من الرعب. وما كانش الزعيق جامد يعني، بس هي فاهمة كده. لازم تفهمها عكس كده، بانك تحطها بقى في حضنك وتطبطب عليها وتقول لها ده انا بهزر معاكي. صحيح. قوم تتعود ان لما تسمع القدر ده من الصوت تحطه في حجمه، تحطه في حجمه. دي تربيه. تربيه تحتاج الى مننا الى معاناه. وهي الست بتعمل ايه؟ بتربي اولادها بالمعاناه ده. بتصبر على هذا. وهي بتحبهم. فتاخد وتدي معاهم، تعمل وكذا الى اخره. وده طبعا طبيعه ربنا خلقها فيها. طيب قبل ما نطلع الفاصل، بس في سؤال لفضيله الامام. في بعض الموثقه الدوليه بتدي للابن حق الاتصال بخط نجده الطفل او بالشرطه، يجوا ينقذوه في حاله تعدي الاب او الام عليه بالضرب، وبنشوف حتى ده في افلام اجنبيه كتير. هل فضلتك بتؤيد هذا الحق؟ لان في اباء بيتجاوزوا وللاسف بيوصلوا الى حد القتل لابنائهم. طبعا اذا وصل الامر، انا ما بقولش الاطفال يعملوا كده، لان عمر اولادنا ما عملوا كده واحفادنا ما عملوا كده. ليه؟ لان الحنان موجود ابتداء. لكن زي ما بتقول حضرتك ان في حاله معينه، وهذه الحاله وصلت الى الايذاء البدني، لا لازم يستغيث الطفل.